أيها الحفل الكريم عشاق الأصالة والتراث، تتواصل انطلاقاتنا، تتواصل تحدياتنا من برنس الميادين ميدان رقيعات. على بركة الله أعلنت انطلاقة شوط من أشواط الخير والبركة، شوطنا الثاني والشوط الرئيسي الخاص بفئة القعدان الحجاج، مسافتنا هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع التحديات ومع الصدارة ومع القيادة الأولى، من يتقدم الجموع على البداية على الصدارة والقيادة الأولى. هنا من يتقدم اللي هو لاقي عمر بن الشين بن عبود الدرعي، من ياتي على المركز الاول، بينما المركز الثاني ايها الحفل الكريم ثاني المراكز، ثاني التحديات القادم في هذه اللحظات. سراب علي بسيف بن سليمان الدرعي من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث القادم في هذه اللحظات شاهين عبيد بن راشد بن ناصر الدرع، والمركز الرابع القادم شاهين حمد بن محمد بن سالم الدرع، والمركز الخامس في هذه لحظات القدوم والتسلل شاهين محمد بن عبد الله العزيزة الدرعي، من ياتي بن غدير الدرعي من ياتي على المركز الخامس. ها هو نداء للخمس المراكز المتقدمة، وتابع المركز السادس القادم اللي هو هتاش مسلب سالب ثعلوب الدرعي. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة والقيادة الأولى. ما شاء الله على هذه الاندفاع، على هذه التحديات المثيرة، على البداية الأولى على الصدارة والقيادة. هنا من يتقدم الجموع، لاقي عمر بن الشين بن عبود الدرع من ياتي على المركز الأول على الصدارة، بينما هنا الضغوطات القادمة المنطلقة الواصل الذي غير مع البداية مع المركز الأول. الله الله، تابع التسلل اللي هو سراب، تسرب إلى البداية إلى المركز الأول إلى التحديات الأولى. ما شاء الله سراب علي بسيب سليمان الدرع من ياتي على المقدمة، المركز الثالث القادم شاهين حمد بن محمد بن سالم الدرع من ياتي على المركز الثالث، والمركز الرابع هنا القادم شاهين عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي. الله الله، ولكن هناك الاسماء القادمه على المناطق الخلفيه. خلاص خلاص، دخلنا الكيلومتر الاخير، حرك اللي بتحرك. البدايه والصداره سراب علي بسيب سليمان الدرعي. الله الله، يا سلام، طار الى البدايه الى الصدارة والقيادة الأولى على المركز الأول. سراب علي بن سيف بن سليمان الدرعي القادم المنطلق أيضا، وصل لاقي عمر بن الشيب بن عبودة الدرعي، والمركز الثالث القادم شاهين حمد بن محمد بن سالم الدرعي. الله، اختلط الحامل بالنابل، وتابع القدوم، وتابع القدوم، الأسماء القادمة، الأسماء القادمة من المناطق الخلفية. الله الله، ارصد القادم أيضا هنا في هذه لحظات. هتاش مسلم بسالم بن ثعلوب الدرعي، وايضا الاسماء القويه شعار حامد بسخير ورعق حير، ولكن اعود عند البدايه ال 500 متر، تابع ارصد لي هتاش. الله، وايضا ارصد شاهين لحامد بسخيرون، ولكن البدايه والقياده عند سراب علي بسيب سليمان الدرعي. الله الله، يا سلام، سراب 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 عند البدايه عند الصداره علي بسيب سليمان الدرعي. سق الله دارك واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار، ولكن هتاش قادم مسلم بسالم بن ثعلوب الدرعي. اللحظات الاخيره، اللحظات المثيره، يا قم 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 يا سامسه، الله الله الله، اللحظات الاخيره، اللحظات. السلام سلام، وهتاش هتاش 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 هتاش، سلام لمسلم بسالم بن ثعلوب الدرعي على فوز هتاش بالمركز الاول. لحظات وصوله، معلن الفوز لا مستاهل، مسلم بسالم بن ثعلوب الدرعي المركز الثاني، سراب علي بن سيب سليمان الدرع المركز الثالث. وصل شاهين
حمد بن محمد بن سالم الدرعي، والتوقيت تتحطم تحت اقدامها التاش، 4:44 ثمانية 48 جزءا من الثانية. تهانينا ملك التاج مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي.